خلينا نروح سريعا واحنا اطفال كانت الطريقه الوحيده اللي بتسهل علينا المناهج هي تحويلها لاغاني او تخيل شخصيات القصه والتاريخ. ده بالظبط اللي هيتم تطبيقه فيما يعرف بمسرحه المناهج. مسرحه المناهج ده موضوع كبير هيتم بالتوازي مع عوده المسرح المدرسي وبرامج الاهتمام بالموهوبين اللي هيكلمنا عنها اكتر الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل. صباح الخير استاذ محمد. أستاذ محمد صباح الخير مرة تانية، حضرتك سامعني؟ طيب يعني حتى يأتي الأستاذ محمد إحنا بنتكلم في موضوع كويس اللي هو مسرحة المناهج، إن إحنا هنخلي المناهج بتاعتنا يتم تلحينها. كان عمرو مصطفى عمل حاجة كده، منهج الكيمياء باين أو منهج الأحياء، الفكرة حلوة هتعلم الناس بسرعة. إحنا كشباب واحنا صغيرين كنا بنعملها برضو. عملتيها قبل كده؟ عملتها طبعا كتير، كنت نشيطه جدا في موضوع مسرح المدرسه ده. لا بس هي فعلا فكره حلوه. يمكن على مدار الفتره اللي فاتت كنا بنشوف انه احيانا في الدروس المدرسين بيتجهوا للموسيقى عشان يقدروا يوصلوا المناهج بتاعتهم، لكن انا اعتقد انها ما كانتش بالشكل بصراحه اللائق كفايه يعني ان هي توصل صحيح. مناهج بالشكل ده. لكن دلوقتي خلينا قبل ما نعرف ايه اخر اخبار الرياضه كمان رجع لنا دلوقتي الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل عشان نتكلم معاه عن فكره مسرحه المناهج. بنصبح على حضرتك يا فندم، وبعد التحيه لو تعرفنا وتعرف الساده المشاهدين اكتر على مسرحه المناهج، ايه هي، ازاي ممكن تطبق؟ والله هي يعني الاول صباح الخير على حضراتكم. هو في طبعا طفره جيده جدا وتوجه مهم من كل المسؤولين في الدوله وعلى راسهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالطفل وبقضاياه والبحث عن كل شيء ممكن يوصلنا الى شيء جميل بالنسبه للاطفال. مسرحه المناهج، وانا كنت معلم سابق، هي ميثودولوجي يعني وسيله من الوسائل المهمة جدا التي يستطيع أن يمتلكها المعلم لكي يوصل الدرس بشكل لطيف ومحبب ومخفف وفي الوقت نفسه بتركيز عالي إلى التلميذ اللي هو موجود عنده في الفصل. وزي ما حضراتكم قلتوا أنه مسرحة المناهج فقط ليست في شكل مسرحي، ولكن هي تحويل كل المناهج اللي موجودة عندنا أو بعض المناهج إلى أشكال فنية. أي. هذه الأشكال الفنية من الممكن أن تساعد الأطفال في الوصول بالمعلومة من أكثر طريق. حضراتكم قلتوا طريقتين وهي الأغنية. أيها الأغنية من الوسائل المهمة اللي أنا أستطيع أن أوصل بها منهج ما لي سن ما. أيضا الشكل المسرحي اللي احنا عارفينه اللي هو المسرحية اللي هي بالشخصيات وبالحبكة وبالصراع وبالدراما اللي موجودة أيضا وسيلة من الوسائل. ايضا الستريت كرتون اللي هي السيناريو المصور ايضا بتعتبر وسيله من الوسائل المهمه جدا لتوصيل المنهج بشكل افضل. وكان زمان حضراتكم المناهج يعني بتبقى صماعة عباره عن باسج كده قطعه طويله، دلوقتي لا، المناهج دلوقتي لو بصينا عليها هتلاقيها معموله بطريقه الستريت كرتون اللي هي الناس بتسميها الكوميكس او اشكال ميكي. ايضا في اللي هو الحواريات البسيطه اللي هي مش بالشكل الكبير اللي المعلم يقدر يطلع اثنين من التلامذه او ثلاثه يقدروا يعملوا الحوار جوه الفصل. اذا احنا ممكن نبدا من شكل بسيط جدا جوه الفصل الى شكل اكثر رقيا واحترافا اللي هو الشكل بقى المسرحي اللي هو هيتم التعامل بيه. وزاره التربيه والتعليم بالتعاون مع وزاره الثقافه والشركه المتحده وآخرون طبعا هيشتغلوا في هذا المشروع بشكل جيد علشان يوصل لأطفالنا في كل مكان طبعا، وبالتعاون مع أعتقد قناة مدرستنا، فهيبقى كل المجموعة دي هيشتغلوا مع بعض عشان يوصلوا بالسياق ده. طب يعني الخطوات إيه؟ يعني هل عندنا جدول زمني؟ هل هننزل؟ هل الموضوع ده هيبقى في العاصمة بس كحال مشروعات كتير، ولا هيمتد لباقي محافظات الوطن المصري؟ يعني اللي بيشاهدنا هيبقى برضو يعني عايز يستمتع وعايز يشوف المناهج دي ازاي بتتمسرح وازاي بتتغنى وكده. اسمح لي اقول لحضرتك، ممكن نقف في مكان في الشبكه يا استاذ محمد؟ اسمح لي اقول لحضرتك ان المسرح المدرسي
موجود في كل المدارس وفي كل الإدارات، ولكن محتاج دفعة كبيرة خلاص مثل اللي حضرتك بتقول عليه ده، بمعنى ان احنا عندنا مسرح مدرسي وانا بعمل مسرحيات وبعمل مسرحة مناهج بشكل بسيط. دلوقتي هنا تطوير اداء ما هو موجود على الارض، يعني كل الناس عارفة ان حتى في مسابقات في الادارات التعليمية لانواع متعددة من المسارح زي المونودراما زي المسرحية الكبيرة زي مسرحة المناهج. هي كل ما في الأمر أو الجديد في الأمر أن هناك اهتمام من جهات كثيرة ومختلفة ستضيف في الحقيقة إلى طموح وزارة التربية والتعليم بأن في وزارة الثقافة وأن في شركة كبيرة بتقف مع الموضوع ده. هيبقى الموضوع مش مجرد موضوع تسابقي، وأنا شخصيا كنت بأحلم أن ما يبقاش حتى ما يتم من تسابق داخل وزارة التربية والتعليم ان الامر يقف عند المسرح على اعتبار ان هو مسابقه، لا ده كنت بحلم ان هذه المسرحيات يتم عرضها طوال العام وفي الاجازات المدرسيه ايام الخميس والجمعه، واعتقد ان ده الامر هيكون مطروح بشكل او باخر باذن الله. احنا في وزاره الثقافه عندنا طبعا مشروع ممتد لمسرح الطفل اللي هو بيوصل للمسرح المدرسي. في المركز القومي لصف الطفل احنا شغالين على ثلاث حاجات، اول حاجه ان احنا في عندنا سلسله لمسرح الطفل وهيطلع منها مسرحيه قريب للكاتب الكبير محمد ابو العلا السلموني اسمها التاريخ يقول، وهي عباره عن مسرحه لتاريخ المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه وهتصدر ان شاء الله في السلسله. ايضا كلفت بعض الزملاء ان هم يبصوا على مناهج الرياض علشان يتحول الى شكل من اشكال الاراجوز. الاراجوز طبعا من اكثر الاشكال المحببه بالنسبه للاطفال. الله عليك. وان شاء الله هيشتغلوا على ده، وبيجهز احنا بنجهز حوالي اربع نمر لاربع قصص موجودين في كي جي 1 وان شاء الله نطرحهم برضه. ايضا احنا بنعمل حاجه اسمها القصه الرقميه. القصه الرقميه هي تحويل الكتب الى قصص متحركه، صحيح، بالصور المتحركه، صحيح، باضافه بعض الواقع المعزز عليه. صحيح. على اي حال يعني هي فكره حلوه لازم نبني عليها، نتمنى نشوف انتاجات قريبه. بنشكر الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل. فكره حلوه جدا الحقيقه، لكن يعني اتمنى ليها رجاء في الموضوع تحديدا خاصه المدارس اللي هتتبنى طريقه التدريس دي، حاولوا تختاروا الطلاب اللي عندهم مشاكل اسريه، اللي عنده الانطوائيين، اللي ما عندهمش صحاب، اللي بيخافوا او اللي بيكسفوا ان هم يتعاملوا مع الناس، عشان كده بتضرب عصفورين بحجر. بالظبط، يعني كده انت بتتكلم هنا على الجانب التربوي وايضا المستوى الدراسي، خليهم اكتر يتعاملوا ويتفاعلوا عشان نقدر ان احنا نخرجهم المجتمع يبقوا عندهم القدره ان هم يندمجوا مع المجتمع. طبعا كمان ده قدرات اكثر طبعا بكل تاكيد.